اخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. وطبعا انا بشكر يعني زميلي وصديقي معالي الوزير احمد زكي بدر على الدعوه، وبشكر مهندس حسام طبعا على استضافته لينا، والاستاذ ياسر على المبادره الطيبه اللي ان شاء الله نستطيع كلنا ان احنا ننفذها مع بعض. مش هطيل على حضراتكم، انتوا عارفين احنا بنحاول نقدم دعم فني ومادي اذا امكن وفي حدود امكانياتنا لبرامج معينه في محافظات بعينها، في تكليفات طبعا من السيد رئيس الوزراء بمحافظات معينه. زي ما انتوا عارفين وانتوا فاهمين منظومه النظافه كويس جدا، منظومه صعبه جدا ومش سهله الحل، وعايزه مصابره وعايزه جهد متواصل ودؤوب، ولكن ان شاء الله احنا جنب حضراتكم في هذه المكان بقدر امكانياتنا. انا بس احيط حضراتكم ان احنا اوشكنا على الانتهاء من تعديل قانون النظافه بحيث يكون هناك هيكل جديد للرسوم يسمح ان هو يوفر موارد للمحافظات انها تبدا تنفذ برامجها وخططها الموضوعه في هذا الصدد، وده بتكليف من السيد رئيس الوزراء، وهنعرضه ان شاء الله على لجنه الخدمات، وان شاء الله هندي هذا المقترح في خلال الاسبوع القادم لمعالي وزير التنميه المحليه يقول لنا رايه في ايه. فده خطوه اساسيه علشان نوفر التمويل، وزي ما حضراتكم عارفين شئنا ام ابينا اعترف الناس او لم يعترفوا بان الجزء المالي بالاضافه للجزء المؤسسي هو اهم حاجه. طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا حتى ما عندناش الاسس الرئيسيه ان احنا نبدا نعمل منظومه، احنا حتى ما عندناش اكواد متفق عليها لما هو معنى النظافه وما هو معنى عقود النظافه، ما عندناش كود كويس بحيث ان احنا كلنا لما نيجي نعمل عقود يبقى عندنا كود واحد شغالين عليه، فبيجي العقد بيقول احنا بنشيل الكود المصري في الحته دي، ما عندناش، فبنختلف من هنا لهنا، وكل واحد فينا طبعا بيحاول قدر الامكان. مش هطيل على حضراتكم لان دي هتبقى قعده ثانيه ان شاء الله لما نخلص الكلام ده، هنقعد مع بعض برئاسه معالي وزير التنميه المحليه، واحنا بناكد ان احنا مستعدين لتقديم اي عون ودعم ممكن للفكره اللي الاستاذ ياسر بيعرضها علينا، واللي ان شاء الله حضراتكم هتبقوا الاساسيين في التنفيذ، واحنا وراكم ومعاكم، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله.